إلهي وحلي سبحانه وتعالى وحنؤه لنينا رسو شير يو الذين آمنوا يكوى إيمانك لغاها ليبا وأؤه لنينا قرمة في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد الدنيا آخرة وأؤه لنينا با إلهي تلمامي سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين إلهي وحلي كرك يغا وحان صار دتك مؤمنين تا إن نؤهي لنؤو كركان إذن وإيمان نبعة وإيمانك القرآن كوين بدن كورميا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين السبيلا إلهي وحلي سبحانه وتعالى كوى قالت او ضلوا يالي مايو اي كوى مؤمنين تاكا غوحوك باتن هدو ايمان كدبيا اذا وحي لنا ايمان هي عمل صالح وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم الهي وحلي سبحانه وتعالى وحربوا يبوها كوى ايمانك لغهره اي عملك صوبا سمايا إن دول كان الله سبحانه وتعالى ومكانين كبير آيات كان أفر شيء بيت المامن وركض صوت وطوبنا الجماعة المؤمنة يتحقق الإيمان فيها يعني. جماعة إلهي الرميسي سدب الرميسي وإيمان كنا بكي مسلم كما أنت تشوغي مدن وكمي دي وحي الشكي كجرة هذا يسدب الدين توقعتان إنا يليبان وايا هذا الدين تكون قد قال إن أبسان سادين الدين تقاضنا قال أما وحاب الشكي كجرة شرعي هذه لقاطو أرمي مجملا يعني وحو الشكي كجرة أبا إلهي كتاب كيسية سنة النبي محمد هذا وكو نغمو إن لقل ليباني إن لقل ليباني ما مركتا غيين وقبائيه ده إيمان كاسي نقول ما هي إيمان قولي السنة إيمانك قول سنين مشاكل وعوية وإيمان آمنوا بالله ثم لم يرتابوا إلهي الرميي وأن شكنا السوق لنا يقين أبقاطي كلا بعد آيات كانت الماما يا وحوية وعملوا الصالحات عملوا وناكس سمية وإلهي شرع إيسا ويفوليه وحيا الله فري ويكون نغمين منكم با إلهي الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم وإذن كإذن كم إذا خطاب كوح الله إذا هذا وقلنا عيه الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام كوا وحكى لهم لما إذن قم كرمركا من على منهج إيجا وحكى لهم كم إذا كو إيجا الراعي كو تابعين توهاي على نهجهم كو نقمي قضبك أفراد آيات التلمامتين وحوي يعني وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشكروا لا يشركون بي شيئا إن شركه وماشك بحي ودد كاسي إلهي سبحانه وتعالى عبادة ديني وخالص يليا لا شرك أكبر ولا شرك أصغر شرك يعنى إني كنت قيام وإلهي سبحانه وتعالى وخالص يليا إذا وحل لأن قدبك كواد النصوص تأنت بضن قرني والإيمان والعمل الصالح قضبك الله بعض النصوص بضان القرآن يحدث بكم إذا اتلمام يعني وحويا إن إلهي الدين تسأينوهي لنه وإلهي سبحانه وتعالى وحلي ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز وآية الدقة بقبدة دوبان أخرية الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض إلهي مركاو حقوق بكبيني ولينصرن الله من ينصره انت أدوات توكيد وتربضنا إلهي قدري يا إلهي وحلي إلهي وأهي لني كو يسجى أهي لي ورمد إلهي أهي لسي ومركا الدين تيسوهي لسي الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وقوة با إلهي لنرك مركان قعنت أوغاليو صلاة أوغايا ووناك دتك فرايا وحمها دتك كريبا يكواويا
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم إلى يؤمن لي كوي ماك الغهل إن تنصروا الله ينصركم هدا إلهي أهي لسان إلهينا سبحانه وتعالى ويدينه لنيا قمدين أمع عقهين نواصغ يا رب سبحانه وتعالى والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم كوى قالوا بي إلهي سبحانه وتعالى كدى إرادينا تعسى انتكاس من أمرهم وخذلان بوصون هذا وهوغ يبقوا إلهينا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون إذن وحلنا قضب كاللباد إن سوست بدن قصا أرورت قرآن ككمد وإن إله الدين تسوهي لنا حتى إن بدن وإن قمد مركا إذن هو كلا وضان أي الدين تمرد بدا كسو يرد بشدا رير با تقالما يمر رير تقالما يمر مركز حديث كان يا من قاتل دون ماله فهو شهيد مركو هركين ما يم الى تيس ودرري والى سبحانه وتعالى دين تيس الرب انه سو لكن دين تو طبع لدليشدو دن كلانا لوطا او لو سود اذا ان اي داعدين ان نقته وحي نو هيلينيا ان اي تاي الى سبحانه وتعالى دين تيس قدك الصادح هذا نصوص بدان القران قصائر روحويا التوكل على الله والأخذ بالأسباب إلهي إنه تلصر أنه يقين تاسق هذا أغر أنه إلهي قعنتي سيني دنودي بكو جرتو مركز وحبها تحقات كالرادسة إنت بضان باهي أوير يري هذيك قنع حقا مقالة باها مركز هذا واحد كيف كريسة مرتلو يحق طريقة رأي أصحاب تادي قرابة يدتك قنع دواء لكن أسألك وحوية قفك مسلم كي مركز تبين كتير سناد من بيده ملكوت السماوات والأرض إله قعنتي سوح ولقى كتيران مركزين إله التلصار إنه قادنا إننا محي أسبابته إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمن إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد وعلى الله فليتوكل المؤمن إلهي وحينا لي سبحانه وتعالى وهدي إلهي دين هيليو فلا غالب لكم عدي دين كبقوا ليسنا ما شفتم لمن إلهي كحب هذا بجرة من جماعة إلهي سبحانه وتعالى كحب هذا بجرة إلهي ما لان يوكرنا بك قيمنا ساوقيت با إلهي وحلي هدي إلهي دين هيلينا يوم يا إذن كحوق بدن كرا وردوا إلهي كهوشين ينا فمن ذا الذي ينصركم من بعد إلهي دبدياك لي دين قرقار كرا لا مرايك أمام كو قرقار كرا ولا عدك لي هدي إلهي كهوشين يا سبحانه وتعالى إذا نسأل قوام محي إن إلهي ترصر وعلى الله فليتوكل المؤمنون بإلهي إلهي سبحانه وتعالى هتلى الصارتان قوى مؤمنين طاهي فإذا عزمت فتوكل على الله وإليه النبي قلها إن الله يحب المتوكلين أركض دعاء سطان آيات وحكى والرمي السعيد لقى والرمي غزوة وحد يوحي كدعي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولي فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وصبح بحمد وكفى به بذنوب عباده خبيرا إذن إن الإله تلصار الله لكن تلصار الشهد وحا لصعنا الأخذ بالأسباب سمالذو ملا معناها أصلا يغرى بين الشهد بين هذا إلهي وحجي إلهي نمرنني إلهي وحجي ميل بيرسان سيحو أنكو بدبادية بينا ومعناها سيد ربيلين كتر جمال نصوص القرآن في حديث كتلمام السيد وحين نقدم لنا مرحا إلهينا تلصار طف أسباب الشرع والشيغين إنها تقاضت ولذلك بجهاد يحوق يتقال يمرك الله قول رمي
إلهي أعن لي وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمون الله يعلم وما تنفقون من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ديار صدب إلهي ما استطعتم من قوة وحي أودان أود بلد أبو عليه الصلاة والسلام أود أسيح حكوت المام يا الرمي ما أنت الدنيا وحلة ورغم بالسكودنا سسامو سيف يمدي يد فعل يباك على سونا أما حبض قريها لقرد أما مدفع لقرد أما قنتالها لقرد أما ضيورتها لقرد والرمي وما أنت الدنيا يعني نبينا عليه الصلاة والسلام حكوت المام يقوة نسكو شيخ يا إنو يهي الرمي سادة رادت إلهي يحن لي ديار صدى ما استطعتم من قوة هي ومن رباط الخيل تاسو ترهبون بها عدو الله وعدوك تاسو كعب سجى لنيسان عدو بينا يا عدو بإلهي سبحانه وتعالى إذن نكي ريرميك هيا انتو نفتح على سوك حيستيون تنبي قويم عليه الصلاة والسلام إلهي رسولك سيوميان طفرا يا إلهي بان تلصارتا شو اسكستيد يا إلهي بان تلصارتا أبوه نبي هو حقوله عقله وتوكل على الله وارض برو حق نافك نبي تنا إلهي وطلع صار سبحانه وتعالى قضف كافرادا المتلمام إن وحويا الثبات عند اللقاء نصر هو حقوية ماذا دتك مركا لكل ما قال لا لكل ما جوب دجال تشوفه إن يدتك الصقمان ولذلك ما مركي بل يرضى يا عين نبي حولها أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب غزوة حنين لا والله ما ولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن ولى سرعان الناس فلقيتهم هوازن بالنبل وكيلها البراء بن عازب وكيلها وأصحاب دي ما نبيكم يوعر ريبين وحلما يا إلهي ما قد أرتين نبيكم مرنب معررين إيدتك كوي فضودان اللي يرد أحابا عرري مركي هوازن قمونك كوكان طيب لكن نبقى عليه الصلاة والسلام يسوغو إيقا نحتا قمو كنا واقعي أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب إلهي نوحنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نبقى عليه الصلاة والسلام مركو روحنا تلمع يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وأرضتكو التمنيننا عدو ولا كل انكيسة وسألوا الله العافية إلهي عاف ما طبك نبت قال يد ويديس فإذا لقيتموه فاصبروا هدا سنقوب دقلت ما دانوا إذا عدو صبر أبو نبهون وحانا وقاتا أن الجنة تحت ظلال السيوف جنة إني سيفها هدكو ذا طالب وركاسو نبهو بلابا دعو اللهم منزل الكتاب ومجري الصحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليه كشنا ذا علماء الشيخ وحويا والتضحية والشجاعة والبطولة كيري الآن قولي انت بغن مطمئن ويتخذ منكم شهداء وإنه مطلق له ماركا التاسنة وحيكون على الشجاعة جيس النمو إينا فردي إنا يترتو إنا دقاتو قيري وقت قيمة لكل موت كله وطلق لينو نفتك أغبتك مصوه الرئيس مقعيد بأس بالبدلة أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ما الكستو أتشوكتان بابا إلهي لأي قيرد وإذا لكل مساء حتى هداد بروج لأتكيي رفايسي أدك حتى هداد كتشرتان قيرد مرنبا إذن نافي ما يسبا إلهي لأي سبحانه وتعالى إذن شاعرك عربة وكيل أما لم يمت بالسيف مات بغيره من كان سيف تدلين يو غير كي بوادرة تعددت الأسباب تعددت الأسباب والموت واحد كان عبوا تقدما لكن ساعد هذا دافي ميسي أيها الأحبة ولذلك بائن بدن وحيك ورمان علماء دمك مسألة تلمام الشجاعة دي النبي عليه الصلاة والسلام يقوى به تقال كي استاقي يوحي كان عاجب قضم لحاد وحنو لأن حي
وأسباب النصر كاملة كثرة الدعاء وكثرة ذكر الله. دادكو هنا إلهي بريدي سبديان يحسكيس دادكو هنا حسك دادك لالا بديان انت دادكو والرب يدادك لالا وحك لالا حسيا لكن إلهي حسكيس إلا بتصده ومر لبادي بريدنا إلا بديان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وهي بريض يا وحول المسيحيق عنتي سكتر عن ربي سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. إلهي قرى الكوحي نقول شيخي نبقى عليه الصلاة والسلام ركو إلهي بريي إلهي سبحانه وتعالى ملائك أي مدد غني ملائك بلو قرقان سودك تي يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إلهي وفليه حتى لقوا لانتان قالوا وقوب دقال إن عدينا تكتان سقم إلهي نفسه واذكروا الله كثيرا بإلهي وقوب دقال بلتوها. لكن إلهي وفليه سبحانه وتعالى إلهي إبدا حسن وأي محين حسك إلهي يبريدي سقوبها وليبا مركا لتشوق الله بدين أيه لأن السرقاء سيقع عنتي سكوتنا. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. قول إلهي بيكتي ستالة هيل إلهي باله ملك الله قصوه لا مشفته إذن وين نبضينا إلهي سبحانه وتعالى بريديس. ولذلك وإن بدن حديثة يكسار فقوبه نبو استاغي ورن أما بدر النقطة وبدر النقطة قابه تقال يجب تغي إسقو إن بدن إلهي بريه سبحانه وتعالى. أيها الأحبة عندما وقت قوسك كوبين وعرمائنا كوبان هنا قضبت تتبادى عن إذن تلمام يا وحوية إسلوينينا يا عجببة إسعجبينتا يا الاغترار بالقوة والكثرة والغشبة أيها استكبارك ودويد والمجبار سيدا وقيت بأي لهي وحلي لقد مسركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إلهي ويدين هيليني ويدين قوليني قوابب بضن بأي لهي كهيلي بالليل حتى يوم حنين بالليل هيليني لكن قرمي تشبين وهي تشبين مركي كثردو دائين هذين مانتا تريري وما تشبين فلم تغني عنكم شايا بايلاي وحنا إذن كما يترين نلقو نو إذن كعجب النوم قصة داسي وقصة دي كساس تنهيد غزوة حنين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين كثرة ما يشمع وعدي لهي لتشبه سيدا وقيت بأي لهي لهي بضنا في أير وكقو ليستي في أطر بضنا لكن محيك يقو ليستي بإذن الله والله مع الصابر إلهي سبحانه وتعالى إذن كيسك يقو ليستي. ثامنا نوحي نوران كرنا أسباب النصر قوحة كمذا الاجتماع وعدم التفرق والتنازل دكو إنو بدوبه في التاريخ لما هيو مسلمين مدودة يولي إذن إن مسلمكم مدودة وتفرق الله إسكيلا لي تنازل ووحي بها كان قوش إن لتفرارقه وإن بما يلكب حضانا ووحي بها فشل كي يضعف كي هزيمة كان وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيها الأحبة أنت أن صوشك نيينك لو بدن قرآنك كتالة وهدي وقت الله للها شرح بدن الظهني أمثلة بدن ومن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إيو دك المسلمين تقدم بيبال لهيل كري لها وقت قوبن درادة بنصو قوبن انت عكس جيد من اسباب الهزيمه
انت انت المرأة هذا بري انت اصور دمي قول بيسود بتشيسا انت عكس جد ونوح وين قول ده رضيك انت ايمان انت قول ده رضيك انت عمل فاسد ضدك السمية قول ده رضيك انت مسلمين تؤمن بدوبي ويا قول ده رضيك انت قابط ولا سجن ويا قول ده رضيك انت عجبك ولا قول ده رضوك وحين مشاقنا عكس جد ولا ميجونا قول ده رضيك انت كلمته waxaan ku soo koobayaa markaas waa eray qurbe war haday ilaahay tiisa raacnaa oo guuleysanayna oo wixii layna faray sidoodu ula dhimaado ama i'daadul udda han noqoto ama iman han noqoto ama amal saalix han noqdo wixii layna faray haday raacnaa ween guuleysanayna waxa dalilu ah saxaabadi nabi maxamed oo tiray yaray ayaa mar qura dagaal ku wada qaaday labadii dawladood ee dunida ugu weyna kasi labadaba ka fuulaystay ma jiro goob isugu yimaadeen oo muslimku uu ama tiro badnaa ama ciidan badnaa ama xuduud badnaa ama cuddo badnaa ma jirto goob kasta oo la isugu yimi oo dagaalada asxaabada aynu tilmaamayna ka dhaceen iyagaana tiro yaraa iyagaana hub yaraa iyagaana zaad yaraa haddana intaba ilaahay uu heliyey sababtuna wax weeyaan markaynu soo duubno diintan oo dhammaystiran bay xambaareen inana intaynu diinta xagga dambe ka tuurra waxaanu leenahay ilaahay uu noo heliyey waa mid subxaana la taasina ilaahay quraanka wuxuu noogu sheegay biyadihi lmulk mulkiga dhammaantii inay isaga gacantiisa ku jirto isaga aakhiriya adduunba haya isaga aakhiriya adduunba laga dalba wuxuu soo dejiyey baa aakhiriya adduunba lagu gaadhaa walidaalik baa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa cizigii iyo sharafta goormuu muslimku waaya maxaa muslimiinta maanta muhaanka ka dhigay dad liita maxaa maanta ka dhigay muslimiinta wuu sii sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii abu daawuud ee saxiixa wuxuu nebigu leeyahay إذا تبايعتم بالعينة هذا عينة كباع مشتريسان عينة هو نوع من أنواع الربا بيع علماء ذو هذا وهو ربا ذا كمدة هذا كوى عطان طريقي اللي يدين جديو هو عطان طريق الربا ذا تدبضنا قويها كيني وحلق يا بني إليين هذين بقية الدنيا كينينا دان ودك الربا لقا قادرين وبابائنا هرو مرمين نبغي نروح عليه عليه الصلاة والسلام هذا الربا كباع مشتريسان وأخذتم أذناب البقر لقضة دبضة قبصتان حول الرع يا الدنيا سيدي الله إلي لها ورعون ولاطان ورضيتم بالزرع بيرها الرالك وهاطان سد هذا قابل بن آدم كوحوك سدابو نبغي تلمام إما ينت بيرا لي نغطوه ينت حول لي نغطوه ينت تجاريسوه باع مشتر سميسوه هذا قوة دورتان من نبي يقول عليه الصلاة والسلام ودبتنا إلهي الدين تيسنا اسكاك تكتان سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم إلهي وحو إذنكو اتحامي ذل النمو أن إذن كفيت بيننا دين تدبغ نغطانا مياول النبي عليه الصلاة والسلام يعني المسلمين شرف لابو نبي مرك الله هذا يا أعزاء كرامله دنيا لا جاي قامه ما جاي ما موصل من قسوة حلية حتى دبو نقطة وعقلي نوكو من هذا دغالس إذا الله سمعيه بير يحول را يبع مشتري انت هذا يفكر دي نوكو من هذا وإله الدين تي سكتك تان ودلو بيسابونا بقول عليه الصلاة والسلام الدلو دي نسيدا دلو نمده وقب حسان وحكا قب حسان بنا بقول الدين تاكو نقطة dadka muslimiinta hadday diinta ku noqdaan diintu iyada inoo sheegaysa inaynu wax baranno iyada inoo sheegaysa inaynu ciida yeelanno iyada inoo sheegaysa maamulka kala dambe inaynu yeelanno iyada inoo sheegaysa de kun sanadood baa dunida lagaga talinaya ma hafiyari ma aha nadariyaad waa wax waaqaca dunida ka talinaya kun sanadood ay sharaf iyo ciziba ku lahaayeen ma u malaynaysaa boqorada yurub markay isdilaan laba boqoro yurub ay isdilay الهزنبرغ
كوي نمسك تلين أيي أي كوي دان كان كليس بين كتلين أيي الله تعالى ما يدري بتنا وكحب تبارك بصاحنا بقر فرنسيس على الغرب طلع حنا بقر كاو حل الروائن اللي جسي دايو بقر كاو كلا حدي سيلو بس يديني يا ولد مالينس نمبا الله صادر وراق سيدا هو حلو در السلطان كي دولة العثمانية هيستي سليمان القانوني بالله در قول ليه يا سلطان وحنوكا عطسرين بقر كايجي وحرية وحنو حرية بقر هبلاي بقر كاسانا وحق بطاحدي دا أدوك أقبل يا إنه بس يودابا للي أنت مسلمين تلا باير المركز قبطان وعلي هذا مجتمع عالمي قوي من يومريكا باي ما دوينا كالفريستا أمس يودايا كان عيسان وانتهى لام وقاسي وحيا هاي مركا يبو يستلام عدا كالفريستا وراني سيهب اللي سيودايا لهاي وحيا هاي داتك مسلمين تها ما يني تركيا هاي با وحكو نوضين ماي إني الدين قاتل إني مسلم هاي إني إلهي سبحانه وتعالى راعي أيها الأحبة إلهي كتاب كيسوحنا وقلت الماما يا ما لقل دانو ضدكو أي شرفتي يا ماموسك يا مقعك الرادية عزي مذمومة وعزي قاو وضن لغفانو أما حول لغفانو أما الرهير لغفانو أما القبيل لغفانو وحاصر دمين وأساس الذل ولذلك يا إلهي القرآن كوحلي بل الذين كفروا في عزة وشقاء كو قالوا بي وحي كسو قيم بي إلهي لي في عزة لكن وعزي أنا هين كي دينتو أي ويهري سيدات محاكم دا وحي إنو ما أنت كفانو هيدنا إنو كفانو نبو عليه الصلاة والسلام حديث إمام أبو داود ورنا يا حسن كاو حليا لينتهن لينت ويكوان توبي أمو